خبر من بريطانيا. نخلي بالنا بس بريطانيا مهمة قوي، نركز في اللي هيتقال النهاردة، لأن بريطانيا اللي بتعمله دلوقتي واللي قالته ممكن يحطها في مشاكل الفترة اللي جاي. أول خبر قال رئيس الوزراء ريشي سوناك أن معدل الهجرة إلى البلاد مرتفع للغاية ويلتزم خفضه، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن صافي عدد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقم قياسيا بلغ 745 ألف شخص العام الماضي. وأضاف سوناك من الواضح أن مستويات الهجرة مرتفعة للغاية ويجب أن تنخفض إلى مستويات يمكن تحملها. نشوف الفيديو وهرجع أقول لحضراتكم إيه القوانين اللي خدوها النهاردة الاثنين. تفضلوا. The levels of net migration are too high. They need to come down to more sustainable levels. النهاردة الاثنين أصدرت بريطانيا قواعد جديدة للهجرة تحد بشكل كبير من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء وتقلل عددهم بمئات الألاف. وبموجب القواعد الجديدة يتعين على المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء كسب 38,700 جنيه استرليني للحصول على تأشيرة عامل ماهر بدلا من 26,200 جنيه استرليني حاليا. الكلام ده هيتطبق من 2024. وسيتعين على المواطنين البريطانيين الراغبين في جلب الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية لبريطانيا كسب نفس المبلغ. تنص القوانين الجديدة أيضا على أنه اعتبارا من يناير لن يكون بمقدور معظم طلاب الدراسات العليا الأجانب الدارسين في بريطانيا إحضار أفراد أسرهم. زي ما شفنا في الفيديو هو بيقولك إحنا ما بقيناش قادرين على أن إحنا نوفي تكلفة العائلين، يعني الشخص بيروح يدرس وبيجيب أهله معاه فهم ليهم قوانينهم في الجزئية دي. فده طبعا من أول السنة هيكون في مشاكل، يعني الناس دي هتمر بمشاكل مع الأسف الفترة اللي جاية.